لكل الناس اللي انضمت لمتابعتنا. يمكن موضوع الساعة أشاغل كل الأسافير وكل المنصات مثلا الإعلامية، موضوع إضراب المعلمين، أحاديث كثيرة جدا وأقاويل وبيانات بتطلع من كافة الأطراف للحديث عن الموضوع وعن المشكلة المطروحة عن إضراب المعلمين يا سارة. طيب في جدل كبير جدا وفي مطالب واضحة جدا، وفي في زمني حدد هل نفذت المطالب، هل في مطالب جديدة، هل تم الإيفاء بالوعود بشكل القاطع ولا في إجراءات مختلفة تم التعامل معها. طيب سعيدين أنه في المساحة دي يكون معنا الأستاذ فريد أحمد فتح الرحمن، مدير المكتب التنفيذي لوزير ولاية الخرطوم. أهلا بك أستاذ فريد. وزير التربية وزارة التحدي. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا الشكر والتقدير كله لقناة البلد، القناة التي يعني إذا نظرنا إلى التسمية بتاعتها تؤكد أنها قناة للبلد، لأنها في حقيقتها الآن وفي الموضوع الذي سيتم يعني الإفصاح عن كل شيء عنه بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا اللقاء تؤكد اهتمامها بقضايا الوطن، خاصة قضايا التعليم الذي يعني هو هم لكل المواطنين في السودان. نعم، بداية حدثنا عن الإضراب، كيف كان وبدأ كيف والأسباب الأساسية أدت إلى الإضراب ده شنو؟ أولا إضراب المعلمين والذي نادت له لجنة اسمها لجنة المعلمين السودانيين، أولا من حيث المبدأ لا وجود للجنة تسمى بلجنة المعلمين السودانيين، واللجنة هي اللجنة كانت تعمل في قبل القرارات الأخيرة بشأن النقابات والذي صدر مؤخرا، هي اللجنة التسييرية لنقابة عمال التعليم بالسودان والتي تشمل كل المعلمين. هذه اللجنة مع وزارة التربية والتعليم الاتحادية، بحق أن أوضح أنه أنا أمثل وزارة التربية والتعليم الاتحادية وليست وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم، وأعمل مساعدا للأخ وزير التربية والتعليم. الوزارة رفعت مع لجنة التسييرية للمعلمين مذكرة لمجلس الوزراء فيما يختص بأمر تعديل أجور العاملين في وزارة التربية والتعليم. في الحقيقة استجاب مجلس الوزراء الانتقالي لهذه المذكرة وتم الجلوس مع النقابة التسييرية. أما لجنة المعلمين السودانيين فلم يتم الاستجابة لي ما ذهبوا إليه، لأنهم ليسوا الجسم الذي في ذاك التوقيت هو المسؤول عن مناقشة مثل هذه القضايا مع مجلس الوزراء الموقر. الاستجابة كانت تم تشكيل لجنة، هذه اللجنة ضمت الأخ وزير شؤون مجلس الوزراء الانتقالي، الأخ وزير التربية والتعليم الاتحادي، الإخوة الأخ الأمين العام للمجلس الأعلى للأجور، الأخت وزيرة العمل والإصلاح الإداري، ولجنة التسيير تحت النقابة العامة لعمال التعليم. وتم الجلوس والاتفاق على تعديل مرتبات المعلمين وكل القطاع الذي يعمل في حقل التعليم من معلمين وموظفين وعمال. وصدر القرار 380 لمجلس الوزراء ولنصوصه يمكن أن نستعرضه من خلال يعني هذا اللقاء الطيب إن شاء الله، والذي حمل تعديلات كانت في المرحلة الحالية هي التي كانت متاحة ويمكن أن يتم تطبيقها. ولن يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل هذه المجموعة تناقشت حول تعديل أجور المعلمين لتصير أعلى رواتب في الدولة في العام المقبل 2023 إن شاء الله، والذي نأمل فيه أن يكون فيه الخير
الكثير للمعلمين، خاصة وهم يعني رأس الرمح في جميع يعني ما طيب. يتعلق بأمر الوطن ونهضته وتقدمه. طيب نحن بنتكلم عن إنه المعلم بيستحق إنه هو يأخذ أكبر مكانة، وبالمقابل المكانة ما هي المكانة المادية فقط، يعني العائد المادي، لكن المكانة الأدبية الذي يستحق إنه هو يصل فيها أعلى المراتب. لكن الآن شنو المستجدات اللي حصلت خلت إنه من جديد المعلمين يعودوا الإضراب من جديد؟ هل الزيادات ما كانت مجزية؟ هل ما مناسبة؟ هل ما تم إرفاق المراحل القادمة في إنه الاقتصاد السوداني نفسه بيعاني من حالة من الانهيار؟ هل ما تمت موازنة ما بيناتهم الاثنين بحيث إنه الأجور تكون مناسبة؟ وحقيقة الإضراب الحالي هذا هو سببه يعني تأخر تطبيق الإجراءات من شهر نوفمبر إلى شهر ديسمبر. التطبيق ده أنا أحب أن أؤكد أنه تم في الوزارة الاتحادية، ده أؤكد على معلومات هامة جدا أنه في تعديل كان في مارس 2022، تم تعديل جميع رواتب المعلمين في ولاياته ما عدا المعلمين الذين يعملون في الوزارة الاتحادية وهم معلمين أساسا. نعم. لم يضرب هؤلاء المعلمين ولم يتركوا العمل في وزارتهم، لأنهم يؤمنون بقضية هامة جدا أننا نعمل من أجل الوطن، وليس يعني الإضراب هو السلاح الذي يتم استخدامه في 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 محور من اللي هو محور التعليم. ظل المعلمين في وزارة التربية والتعليم الاتحادية حوالي 7 أشهر لم ينصفوا إلا في 13 أكتوبر 2022 بالقرار 380 الذي عاد لهم حقوقهم مثلهم كمثل المعلمين في بقية الولايات. الآن تعلمون جيدا أن عندما يصدر قرار من مجلس الوزراء يتبع منشور من ديوان شؤون الخدمة القومي، والذي بموجبه يتم التطبيق. هذا المنشور لابد أن يصل إلى الولايات، إلى ولاة الولايات، ومن ثم يتدرج وفق التدرج الهرمي الوظيفي إلى أن يأتي إلى شؤون الخدمة في الولاية، ومن ثم يأتي إلى الوحدات، ومن ثم يتم تدريب أو يعني جدولة حساب الاستحقاق لكل الفئات المختلفة من معلمين وموظفين ومعلمين لرفع التكلفة ليتم صرف هذه الاستحقاقات. هذه الاستحقاقات لم يعني تتمكن يعني الولايات من تطبيقها في أو تعديل مرتبات شهري نوفمبر، وسيتم تطبيقها الآن وفق يعني الاستقراء الذي تم مع الولايات. أحب أن أؤكد لكم أننا اليوم في وزارة التربية والتعليم كان هنالك لقاء ضم الأخ والي ولاية نهر النيل ووزير التربية والتعليم في نهر النيل، الذين أكدوا تماما أنهم في غضون الأيام القادمات سيتم صرف جميع استحقاقات المعلمين التي ترتبت على القرار والمنشور الذي صحبه من ديوان شؤون الخدمة القومي، وكل الولايات تباعا سيتم صرف إن شاء الله كل هذه التعديلات للمعلمين في مختلف ولايات السودان قبل طيب. نهاية هذا العام إن شاء الله. جميل جدا. طيب في حال إنه ما تم صرف الاستحقاقات دي، الحاجة اللي ممكن تحصل شنو في مقبل الأيام القادمة؟ ومعروف جدا إنه طبعا التعليم حق من حقوق كل الطلبة، وفي الفترة اللي فاتت حصلت إضرابات كثيرة جدا وحصلت مشاكل، منها مثلا كورونا على سبيل المثال للحظ أدت لإغلاق المدارس لفترات طويلة جدا وضاعت سنين من أعمار الطلبة. في حال ما تم صرف المرتبات أو الجزاءات المطلوبة دي، اللي حيحصل شنو في الفترة القادمة؟ ولدنا أحب أن أؤكد الآتي، أننا يعني بالمتابعة الدقيقة في وزارة التربية والتعليم الاتحادية لهذا الأمر ولاستمرار الدراسة بالنسبة لمدارسنا في مختلف ولايات السودان، نؤكد تماما للإخوة المعلمين في الولايات المختلفة
أنهم سيصرفون حقوقهم كاملة قبل نهاية الموازنة الحالية 2022. وهذا الحديث لم يأتي من فراغ، وإنما بذلت جهود يعني مقدرة من أعلى قمة الدولة، وحتى الآن الولايات مستعدة لصرف هذه الاستحقاقات. وما صاحب يعني الإضراب الأخير الذي تم، أنا أود أن أؤكد أن هذا الإضراب إضراب محدود. طيب جميل. ليس إضرابا يعني بمعنى توقف كامل عن العمل. بعض المعلمين الذين انساقوا وراء يعني أنهم لن يتم تطبيق لهم وأن هذا الأمر سيتأخر وهكذا لعدم المأموم بالمعلومات والإجراءات المتخذة من قبل الدولة نحو هذا الاستحقاق. طيب إضراب المعلمين ممكن يكون يعني بمثابة لفت نظر عن الوضع التعليمي في البلد، إنه ما يخص إضراب المعلمين ده جانب، لكن الرؤية الشاملة في حال التعليم في البلاد، ما هي رؤاكم للتحسين وتقديم الشكل النموذجي؟ لأنه نعلم تماما إنه المدارس الحكومية فيها إشكال، الرسوم المفروضة على الطلاب، شكل التعامل مع الطلاب، عدد كبير جدا من إشكالات موجودة في التعليم بشكل عام في السودان، كيف يتم التعامل معها؟ طيب في هذا الصدد أنا أرجو أن أقول الآتي: أن وزارة التربية والتعليم الاتحادية والولايات المختلفة في خطتها للعام 2023 وضعت من المشروعات والأنشطة المتعددة حتى يتم النهوض بالتعليم في بلادنا. والميزانيات التي تم مناقشتها في من خلال ميزانية العام 2023 مع وزارة المالية تسير في اتجاه أن يكون التعليم ينال أعلى قدر من الصرف على الموازنة العام المقبل إن شاء الله. أما فيما يتعلق بمسألة الرسوم، نحن نطبق ولدينا لائحة اسمها لائحة المجالس التربوية. التلميذ ليس محورا من محاور جباية الرسوم على الإطلاق، وأي معلم من المعلمين يتم بواسطة طرد أي طالب أو تلميذ من التلاميذ من أي مدرسة المدارس يحاسب، ويمكن تصل هذه الإجراءات إلى مستوى أبعد مما يعني مما يتخيل المواطن العادي، لأن هذه اللائحة والقوانين التي تؤكد أن مجلس التربية أولا يتكون من أولياء أمور هؤلاء الطلاب، مدير المدرسة هو مقرر هذا المجلس والذي يطرح القضايا والمشاكل التي لديه، المجلس التربوي عمله ينصب في معالجة هذه المشاكل. وعندما تفرض رسوم أو تقرر مساهمات معينة من جانب هذا المجلس التربوي يتم تحصيله دون أن يكون التلميذ محور من المحاور بتاع جباية الرسوم على الإطلاق. وأي ولأمر، أنا أحب أن أؤكد من منبر هذه القناة، يتم طرد ابنه ما عليه إلا أن يتقدم إلى وزارة التربية والتعليم في ولايته بهذا الأمر. بنسبة كم في المئة أستاذ القانون ده مطبق في المدارس؟ وهذا هو القانون، لكن عندما يكون المواطن غير مستنير به العادي أو لا يعلمه، نؤكده له الآن أن لديه الحق. هذا القانون مطبق في جميع المراحل التعليم في السودان، المرحلة الابتدائية، المرحلة المتوسطة، المرحلة الثانوية، وهو قانون ولديه لائحة موضحة تؤكد وتوضح كل الجوانب المتعلقة به في التطبيق وفي تكوينه وفي كيفية جمع الرسوم أو هذه المساهمات. أما حكومة السودان لم تفرض على أي طالب من الطلاب والتلاميذ جنيها واحدا لسداده. أفتكر معلومة دي مهمة جدا. أكيد. يعني لازم أولياء الأمور هم ينتبهوا لها في إنه أي ولي أمر ممكن يكون يجي ابنه ويجي ويشكي في انه هو تم طرده من المدرسه بناء على انه تم فرض رسوم محدده. أكيد. حتى ان كانت مبرره، الكلام ده اظن واضح جدا انه ما في حق بيخليك تفرض على اي طالب اي رقم وايا كان المبلغ مهما كانت الحوجه. اكيد طبعا. طيب يا استاذ، بعيدا عن الرسوم، في ناس كثير جدا بتتكلم عن انه التعليم في السنوات الاخيره في السودان يشهد تدهور كبير جدا، رأيك أنت في الموضوع ده شنو؟ والمعالجات اللي ممكن تتم شنو عشان أنه التعليم يكون بنفس المستوى اللي كان عليه قديما؟ طيب
واحدة من أهم مراحل التعليم في السودان هي المرحلة الأساس والتي أصبحت الآن مرحلتين، هي المرحلة الابتدائية والمرحلة المدرسة. نعم. وهي الأساس. للأسف في 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 زمان مضى هذه المرحلة الهامة من مراحل التعليم أوكل الصرف عليها على المحليات. والمحليات في السودان فيها محليات غنية وهنالك محليات فقيرة. وحصل تدخل كبير جدا من الوزارة الاتحادية عبر مشروعات متعددة لدعم هذه الولايات، متمثلة في بناء مدارس، في تقديم منحة مدرسية، في معالجة الكثير جدا من تهيئة وتحسين البيئة المدرسية. البنك الدولي مساهم بقدر كبير جدا في مشروع تقوية التعليم الأساس. الإخوة في البنك الأفريقي للتنمية هم يساهمون الآن في تأهيل العدد كبير جدا من المدارس الفنية في السودان. أيضا الإخوة في منظمة اليونيسيف بشراكات ذكية مع الوزارة الاتحادية أيضا لديهم إسهامات كبيرة جدا. والآن هنالك منحة مدرسية الآن في الأيام القادمة في حدود 6 مليون دولار. هذه المنحة الآن تجد طريقة إلى 11 من ولايات السودان المختلفة. 7 ولايات المتبقية سيتولى أمرها البنك الدولي. هنالك عمل كبير تقوم به الوزارة الاتحادية غير منظور. طيب. للعديد من المواطنين الذين يتحدثون دون علم ودون دراية بما يجري. لكن نؤكد تماما في هذا اللقاء أن الدولة في أعلى مستوياتها من خلال الموازنة، وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي يعني بأمانة لم نسهب لها يعني في أي مشروع من المشاريع لدعم التعليم في ولايات السودان المختلفة إلا وكالة الاستجابة. صحيح. يعني عاجلة. وكما أسلفت هناك العديد من المنظمات. نعم. تعمل في هذا المجال، وإذا كان هنالك نتائج هذه النتائج لأي مشروع من المشروعات لا يمكن أن ترى النور في لحظة التدخل. وإنما أحب أن أؤكد أن التعليم بإذن الله سبحانه وتعالى نرى له مستقبلا في مقبل الأيام القادمة. كل الأمنيات، كل الأمنيات في أنه كل المجهودات ترجع بعيد واضح جدا على مستوى التعليم، ويتم النهوض بالتعليم على مستوى المؤسسات وعلى مستوى المعلم وعلى مستوى البيئة المدرسية وعلى مستوى أيضا عقلية ولي الأمر، بحيث أنه هو يكون ملم بالحق والواجب. شكرا جزيلا أستاذ فريد أحمد فتح الرحمن، كنت ضيف عزيز نورتنا وأضفت واستنرنا بك بالتجي، فديتنا معلومات مهمة أن احنا نعرفها ونقدمها للمشاهد الكريم. سعيدنا بك. أنا أيضا سعيد كما أسلفت بهذه القناة التي ولدت فتية بأسنانها، وأنا سعيد جدا أن أكون ضيفا في هذا اللقاء مع هذه القناة والتي تؤكد أنها قناة البلد. وأرجو أن أوجه رسالة إلى إخواني من المعلمين والمعلمات أن التلميذ وأن الطالب ليس محور من المحاور التي نعمل فيها من أجل كسب دريهمات معدودة، وإنما المطالب هذه حق مشروع، ولكن أن يكون الطالب وأن يكون التلميذ هو أحد هذه المحاور هذا أمر يعني نامل أن يراجع فيه الذين هم الآن يعني يضربون، أن يراجع فيه يعني أنفسهم، وأن نعود ونطمن أيضا أنهم سينالون حقوقهم كاملة بإذن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. ونعمل أن نساهم جميعا في بناء وطن ينعم فيه أبناؤنا وبناتنا بإذن الله، بيئة تعليمية
وبتعليم جيد ومنصف ان شاء الله. ان شاء الله. جزاك الله خير. شكرا لك. لسه متواصلين يا ساره؟ صح. عندنا نطلع فاصل نرجع لكم تاني.